عقيب انا بس يعني قلت لك الاطار ما بي اي تاثير من اتجاه ايران، لكن التحالف الثلاثي جاء هو ما هي هذه المشكله. نعم. هي هنا المشكله بسلوكيات الجاره ايران اللي اليوم جايه كل ما يجي قهاني يعيد علينا نفس المقترح، وهو مقترح خطير جدا. اذا تدخلين بتفاصيل راح تشوفيه. نعم. بدايه لولايه فقيه سياسيه في العراق، اللي هو مقترح يعني او اني اشبهها بدكتاتوريه الشخوص. ايران كل ما يجي قاعاني او يجي مبعوث من ايران تقترح على السيد الصدر والسيد مسعود برزاني والسيد الحلبوسي انه تعالوا تعاملوا مع قيادات الاطار وفق ثقلهم السياسي وليس وفق استحقاقهم الانتخابي. هذه مشكله. يعني احنا نفس اللي يصير بايران، ايران هم يعني تتاكد انه اكو تدخل ايراني 100%. شلون ماكل عقاني كل يوم جايش عده ما تقول جاي على عنده الاعتراف البارحه جاي كان يعني جاي على مصالح يعني ربما بين البلدين لو جاي على الاطار. لا 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 لا، جاي على موضوع تشكيل الحكومه. البارحه هم صرحوا، البارحه السفير الايراني صرح انه ايران داعمه التوافق بين الاطار وبين التيار الصدري. يعني هذا تصريح رسمي، هذا موجود. بس احنا حنجي ننكره. نعم. بس انا ردت افهم بس نقطه محسه بيها استاذ علي، اكو تدخل خارجي على يعني التحالف الثلاثي؟ اكو تدخل لا خارجي؟ لا عزيزتي، اكو خلاف، اكو خلاف. بس خليني اوضح لك، اكو خلاف بين السيد الحلبوسي والسيد خميس الخنجر. نعم. هذا الخلاف تم الاتفاق عليه بضمانه تركيا. يعني اكو تدخل؟ لا لا، مو تدخل. يعني هاي سيد علي مأماني. عفوا عفوا عفوا. التدخل هو لإصلاح الطرفين، مو تدخل بإدارة ملف. سمع سيد علي لإصلاح الطرفين. حلو، شوف الألفاظ شو صرت تلعب الألفاظ. تركيا أرجوك استاذ علي، أرجوك هذا الكلام لا تقوله، هذا الكلام لا تقول. أنت ما تعلمني الألفاظ، أنا أعرف الألفاض وأعرف الأصول وأعرف الأخلاق. لا، من تعلمني على أساس تعلمني؟ شنو إيران؟ على أساس تعلمني؟ اخوان انا حتى لو كلمة وشنا صيح وتكلم حتى لو كلمه سيد علي، تكلم بادب، لا تتكلم بادب. انت تكلم بادب، انت تركيا سميها اصلاح. اللي زار رئيس اسرائيل اردوغان اللي سميها اصلاح المؤامره. وهذا الكلام ما هو، خليه على صفحه اخوان. اسرائيل زار تركيا، انت كلامي واضح، سميه اصلاح. جوه كلامي ابو اسرائيل زار اردوغان هذا الموضوع حتى يعلم شلون يتعامل ويا تشكيل الحكومه العراقيه. اسمي اصلاح. وابو ايران اللي يقول لك توافق الاطار والحكومه، راح انتقم خلاص. هو الحلبوسي اذا انضل